كشفت الإعلامية والفنانة اليمنية أروى خلال مقابلة لنا معها على خلفية مشاركتها في حفل الماركس دور كعضو في لجنة التحكيم عن سبب تركها لبنان. حلوة وبتحلي أي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها. وتعلقت أروى خلال الحفل بفستان أحمر من توقيع لبنانية نجاة سعادي، كما أهدت أغنية ألو بيروت للبنان خلال الحفل. أروى التي نشرت على حسابها على سناب شات منذ أيام مقطع فيديو فاجأت فيه جمهورها بتحضير أغنية جديدة لم تكشف عن اسمها، مكتفية بذكر مكان تصويرها في بيروت، خصصنا بمقابلة على السجادة الحمراء قالت فيها: والله أنا بكرم حدا، يعني أنا من الجوري من لجنة التحكيم وراح أغني أغنية كمان لبيروت، أغنية ألو بيروت حنغنيها على المسرح، وهذه ثاني مشاركة لي في الميركس دور. أكيد شو بتعني لك هالسهرة هلأ اليوم بظل الأوضاع الصعبة اللي عم يمرق؟ والله بتعني لي أنا كثير، لأنه هذه أكبر إثبات أن الشعب اللبناني شعب دايماً عنده أمل ودايماً محب للحياة، وبهذه الروح والأمل الكبير بترجع لبنان أحسن من الأول إن شاء الله. مؤخراً قلت على السوشيال ميديا أنه ممكن تترك لبنان وتروح تعيش بمحل تاني، فيك تخبرينا عنه؟ تركت أنا لبنان لأنه كان عندي أوريدي تحضير لحفلات إكسبو في أكتوبر، فتركت رحت على دبي، وخاصة بعد حصولي على الإقامة الذهبية وبنتي دخلت مدرسة هناك، ولكن حبي للبنان هو اللي جابني اليوم معاكم، وإن شاء الله أكيد دائما راجعين وجايين راجعين أكيد بلبنان، وبنضلنا رايحين جايين عليها. بس بدي تخبرينا بعد عن تحضيراتك. تحضيراتي مثل ما قلت لك حفلة في إكسبو في البيدز يوم 18 في دبي، وحفلة ثانية ليلة اليمنية يوم 1/1، وبرنامج إن شاء الله جديد بإذن الله. شكراً لك.